السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موقع فيه أدوات كتير جدا خاصة بالذكاء الاصطناعي. الموقع اسمه AIConvert.online، هتلاقي فيه عربي وفيه إنجليزي، يعني تقدر إن أنت تشوف الصفحة بالعربي أو تشوفها بالإنجليزي زي ما أنت عايز. هتلاقي تولز كتيرة جدا، يعني مثلا حاجات خاصة بإنشاء الصور، هتلاقي فيه مجموعة كتيرة جدا كل واحد فيهم تقدر تختارها وتكتب برومت يحوله لك لصور، حاجات مثلا زي كده. كل ده الشخص كتب تكست بس، فبدأ ان هو يعمل له الصورة بالشكل دوت. تمام، طيب يعني ممكن نقول له مثلا ايه انشاء، تقدر تجرب بقى كلهم وتشوف اي واحدة فيهم اللي الاداة فيهم كانت يعني قوية معاك. بيقول لك معانا الادوات اللي هي بفلوس، احنا تقدر انت تستخدمها معانا ببلاش. طيب كل المطلوب منك ان انت تكتب البرومت هنا، تمام، وممكن تقول له ماجيك برومت. ماجيك برومت يعني تكست بسيط يبدا يحوله لك التكست ادفانسد شويه. يعني خليني اجي هنا واكتب هنا تكست ان انا عايز صوره بالشكل دوت لقطه، تمام. ممكن اقول له ماجيك برومت يبدا ان هو يطور لي فيه شويه، تمام. ممكن نقول له جنريت ايمج فيبدا ان هو يطور او يعمل صوره، بس هياخد وقت، هيبقى ابطا من المواقع العاديه لان هو مجاني، ف هياخد وقت شويه. ليه؟ بيبقى عليه ضغط، ناس كتير عايز تعمل صور في نفس الوقت، فليه عمل لي الصورتين بالشكل دوت. تقدر تعملهم داونلود. طيب طبعا عندك امكانيات كبيره جدا تجرب كذا واحده فيهم، اما كله مجاني ماجيك ديفيجن، تيجي هنا وتبدا بقى تجرب الموقع دوت. بدل ما تلف على مواقع كتيره هم كلهم بقوا موجودين، فتقول له feed in your text، تمام، وتقول له بقى ابدا اعمل لي الصور، فيبدا يعمل لك هنا، هيعمل لك 3 صور. وعندك حاجات خاصة بالفوتوشوب مثلا، أو عمل لك صور بشكل دوت. طيب الفوتوشوب اهو عندك مثلا فيس سويب، تبدأ تديله صورة وهو يبدأ يحولها لك لصورة تانية، الوجه نفسه يبقى بداله، يحسن لك الجودة بتاعت الصورة، يحسن لك النقرة بتاعت الصورة، يديك إمكانية إن أنت تعدل في الصورة، ترفع له أي صورة، وبيديك تولز سهلة جدا إن أنت تعدل، تمام. يعني تقول له اعمل لي فلتر مثلا للنقرة فيعدلها لك، اعكس لي حاجة فيبدأ إن هو يعكسها لك. ففي تولز كتيرة جدا تبقى ممتازة. في مثلا OCR Optical Character Recognize، يعني لو انت عندك صورة فيها تكست يبدأ يجيب لك التكست ده من جوه الصورة، بدل ما انت تقعد تكتبه، لا يحول لك الصورة، يعمل لها نسخ للتكست من جواها. مش تو ديسكريبشن، ممكن تكون في صورة عجبتك بس انت مش عارف توصفها ازاي عشان تقول للذكاء الصناعي اعمل لي صورة زيها، فبتقول له مش تو ديسكريبشن، يعني خد الصورة دي ووصف لي الصورة دي. تمام، براوز فايلز، تبدا ترفع اي صوره عندك، جي بي جي او بي ان جي او جي بي اي جي مثلا، بيكتشر، تشوف بقى الصوره اللي انت عايزها، وليكن مثلا الصوره ديت، فهو مش عارفها، بيبدا بقى ان هو يرفع الصوره ويبدا يقول لك انا هعمل لك الوصف بتاع الصوره دي، بحيث لو خدت التكست ده تقدر تروح للذكاء الصناعي وتقول له اعمل لي صوره زي كده. في قبل كده انا كنت صورت صوره ورفعتها انستجرام، صوره لمكان يعني اثري، فعجبت حد، عجب الصوره دي، فقال لي اوصف لي الصوره ديت، فبعتها لاحد برامج الذكاء الصناعي، راح كتب لي الوصف، خدت كوبي وحطيته على الصوره، فجاب لي الصوره دي ان هو بيوصفها انها ليفنج روم، غرفه معيشه وفيها الحوائط خشبيه و و، فده وصف جميل جدا. دي من ضمن المزايا الموجوده في الموقع. هنا كاركتر اي اي، تقدر تنشئ بقى شخصيات، اديله بس وصف الشخصيه هو يبدا يعمل لك شخصيه زي كده، تمام. ممكن ترفع له صور، بيقول لك ما ترفعش الصوره وانت بتبص الناحيه الثانيه، لا خليك تبص للكاميرا، وهكذا. في موقع تاني كنت انا رفعت عدد كبير جدا من الصور ليا، وبعد كده بقيت اقول له برومت، يعني خلينا نلبس بدله فضاء، خلينا نلبس بدله اي بدله وهكذا، فبيبدا يعمل لك الصور بالشكل ده.
في تكست تو سبيتش، يعني بكتب له التكست وهو يحوله لصوت. فزي ما انت شايف دي خدمات كتيرة جدا من الذكاء الصناعي وكله مجاني. الحاجة الوحيدة ان هو ساعات بيظهر اعلانات وانا مش مفعلها دلوقتي، عاملها بلوك، لكن هو المفروض ان هو اعتماده عشان يطور نفسه على الاعلانات. لان ناس كتير بتقول لي الموقع بفلوس، ما هو لازم يكون موقع بفلوس لان هو بيضطر ان هو يأجر سيرفرات قوية. انا لما جربت اسطب برامج الذكاء الاصطناعي عندي على الكمبيوتر كان بياخد 3 4 دقايق على ما يجاوب، لان الكمبيوتر بتاعي بطيء وهو بيخدم شخص واحد، فده بيخدم مثلا مليون شخص فمحتاج يبقى سريع، فهو بيدفع فلوس كتير جدا عشان يبقى جهاز عملاق. تمام، فاتمنى ان شاء الله انها تعجبكم التولز ديت وتستخدموها كويس باذن الله.